ابو دودو اللي يسمي هذه المنطقه باسمه. بالاخير انا اجيب يلا بالاخير ما علي من كل التفاصيل القديمه. نعم ابو دودو هو سلمندي او سلمان من اليهود اللي سكنوا بهاي المنطقة. نعم. وكان عنده محل مع العطاريات مع عطاري يعني اي هاي القضايا المتموينية يبيعها. نعم. الرجل هنا أنا. نعم طبعا من شخصيات هاي المنطقة. نعم العازف صالح شميل. شميل بهاي المنطقة ويقولوا هناك بيت سليم مراد. نعم بابو دودو بابو دودو اي تندلى بيت سليم مراد. نعم هو بالدربونة. بالدربونة هذا كان هنا أنا خليفة البقال الله يرحمه أبو سعدي. وهذا منو؟ هذا كان محمود العرج هنا أنا. محمود العرج أي. الله يرحمه الله يرحمه. هذا كان أنا قديمة هنا شيخ أنا. شيخ التراث العراقي وبصفة عبد الحسين أبو الهريسة أي. وعندك عم اسمه أحمد مو أي أي. وصبيحة بن منقوشة هنا أنا كان. تمام رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين. نعم. وراح ناخذ قلنا بيت المرحومة سليمة باشا أي. اللي لقبت هذا هنا أنا كنيس يهودي. هاي كنيس يهودي؟ اي تعال بالله سأل عليه. فاتخذتها فترة وزارة المعارف. نعم. مدرسة إلى أن بنت مدرسة شنو؟ مدرسة مال طلاب اسمها بن سعيد. أنا من الدارسين بيها. أنا من الدارسين بالمدرسة بالتسعة وخمسين هنا أنا. اي يعني هذا يعود تاريخ التسعة وخمسين مدرسة؟ هو اي هاي تطلع له ما تطلع؟ ما تطلع. هذا الكنيس آخر شيء. وين كان بنات الكنيس؟ هذا هاي باب المدرسة كنا ندخل عليها احنا هسه هاي كلها بيوت اي هي بيوت هذه من نانا هذه هو كان هذا كله مسدود هاي بعدين لان هذا شيء كله بنوه هو كان وحدة واحدة هذا وحدة اي ويطلع على ذاك الفرع الثاني يعبر اي يعبر على فرج الله من ابو دودو الى فرج الله يعبر اي هذا هسه احنا بيا منطقة بالضبط ابو دودو ابو دودو اي خلينا نشوف بيت سليمة باشا تندله بالضبط هو بالفرع بالفرع بيت سليمة أوكي. هو تفلش وراح تفلش اي بس احنا غيرت معالمه اي غيرت طبعا بس احنا للتاريخ لازم نذكر المرأة اللي حصلت على شنو لقب باشا شنو سموها باشا باشا سموها باشا هاي الدربونة مال ابو دودو اللي ولدت بها سليمة هاي دربونة اي هذه ذاك بيتها هذا هنا واحد من ذني البيوت هي تفلشت كل هالبيوت هذه اي صارت غير شكل وهذه هاي الدربونة احدى درابين ابو دودو هي هذه ابو دربونة اي هاي تتبع محل 127 هاي تتبع محل 125 بالترقيم مال امانة العاصمة الجديد والقديم القديم رقم 148 يعني هاي 49 وهاي 48 يعني الترقيم العثماني هذا الحكومة العراقية من جدي بال 1921 نظموا السجلات من جدة وجديد دائرة الطابو اعتمادا على الترقيم العثماني اللي موجود سجلات العثمانية اللي وضع اساسها مدحت باشا مدحت باشا اوجدنا التسجيل العقاري بوقته فنظموا الاراضي البيوت لازم انت عندك سند ولا شنو هوسه هي الدنيا لازم عندك سند فشيت السند باكر عقبه تبيع وتشتري نعم. شلون تبيع وتشتري زين هاي عائديه هاي الاراضي الموجوده بغداد خصوصا نعم هي مقسمه يعني واحد مثلا يمتلك له كذا دونم 2000 متر هاي ظروف وزعوها بظروف السلطان يوزع والملك يوزع والامير يوزع فكلها توزع يعطوهم لاسباب سياسيه لاسباب اجتماعيه عشائريه شو تسميها سميها هذا واقع الحال واقع حال واقع الحال هذا ما نحيد عنه ابدا زين هذا الشارع نعم يبدي من قاضي الحاجات رقم 22 بداخل علاوي المياوه وينتهي بشارع الشيخ عمر على اليسار بنهاية هذا الشارع 22 نعم. موجودة مصبغة 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 الشعب كان يصبغون الهدوم من عندنا هدوم تجربة يوديها لنا كي يصبغوها شوف الناس جت فقرة قبل يا رب ماكو هي وضع العالم الشكل هدوم تجرب بالعباية تجرب شرغت ذكرتني بدارمي قديم لأحد الشعراء يقول كل ما يجينا العيد نصبغ بدينا خلف الله على البالاس سترت علينا جميل أستاذ نبيل شيخ المؤرخين البغداديين نعم ممتع هسه انتهينا من ابو دودو بعدنا نمشي بعد اي بعدنا راح اوديك على الكنيسة الثاني كنيسة عندنا ثلاث كنائس اثنين هنا انا موجود ايه. يعني بعض الاخطاء تصير بالكتب ليش كل واحد عنده وجهة نظر من يكتب ليش مو هذا تاريخ ما يصير ما اعرف
احنا على ارض الواقع انا احكي لك، ما علي من حكي الكتب. احنا على ارض انا ما موجود تمام. عندي احكي لك اياه. تمام مضبوط. هاني دا اوديك على منطقه نعم هذه على رجلي انا راح حال وجوال. هذا البيت هم يهودي هم من كله مال يهود هذا اي كله مال يهود اعرف كله مال يهود كله مال اعرف اي يعني شكرا اعرف أي. حلو اوديك على صديق والدي اليهودي بيته بيته يهودي اي نعم زين هاي هنا كانت قهوة حرب مو عمو يعني شنو شناشيل هاي شناشيل تعتبر اي شناشيل هذه تعتبر شناشيل اي هاي على مود البرودة وعلى مود الجو لان الجو لاهب ببغداد فيتطلب هاي الشغلات بلي اي وداخله يصير مفتوح البيت على مود يكثر لان البيت اللي ما تدخل له شمس يحتاج الى طبيب اه اي ليش ها ما تدخل شمس فيصير عندهم امراض هسه دربونا شنو هذه تروح لابو سيفين شو يسموها دربونا احنا الطاطرة هسه احنا دا نمشي بابو دودو هذه كانت قهوه حرب اسمها مقهى اي وكان بها لي قدام مثل الحديد شاي ونرجيله كل شيء نرجيله مال الاول مو مال هسه اي تتون اي هذا اللي يكسرونه بالقامه ويسوونه ويرشون عليه ماي هذه القهوه كان بها حديقه لي قدام حلوه وجميله هاي اصلا زي تحكي هاي احكي لك بال 62 63 64 لل 70 كانت المنطقه حلوه اي عامره بالناس اي وناسها متاخين استاذ بالضبط ماكو في هاي الخزعبلات اهل هاي ما ندوخ اهل اي والله واحد يخاف على طبعا واحد يحب الله نعم لا ويدقون عليك الباب يجيبوا لك معون تمن ومرقه كل شيء يجيبوا لك واذا قعدت انت من منطقه لمنطقه لو الزوجة وحده اسبوع كامل انت تاكل بلوشي اي شلون فندق بلاش؟ إيه؟ انا هذا بيت بلاش سبع فندق بلاش اي فندق طبعا احنا مقربين هواي يا شيخ تاريخنا الاعلامي يعني شايفين هذه وصلت لك هسه نعم. المتداخله مع ابو دودة ومحله فرج الله وراح نروح على قبر فرج الله هذه كنيس ياهو مصري هذا بيت صديقي بيت ابو طالب هنا أنا. هذا البيت مالتهم اي صديقي ابنهم الاخر صديقي وياي كان بالمدرسه بنسه صباح الله يرحمه بهاي المنطقه كنا نروح نجي معانيين قرايبهم ومحياوي اللي تسوي شراغد بن سعيد ابنها محي اي الله يرحمه طالب اي تعرفه الله يرحمهم اي ابوهم نجار اي منا نروح خلينا ناخذ قبر فرج الله لا عوف الفرج الله مو تاخذ قبره كذا لا عوف على مود لا تصير متاخله هسه احنا وين نهايه الشارع هسه راح نوصل احنا للمكان النهائي من محله ابو دودة نعم ابو دودة نعم بمن تشتهر كانت المنطقه هذه تشتهر بالمحلات والتكاكين وزائدا الناس اللي قاعدين بالبيوت هذه ايضا كانت مقهى من احسن المقاهي هنا بغداد بالمنطقه هاي مقهى محترم التخوته هنا بس عجبك تباوعها السقف مالها عالي كان يقعد بيها الله يرحمه حسين منو زوجته اليهودية اسمها قرجية تبيع حليب ما راحت اسرائيل بقت هنا بالعراق الى ان ماتت عدها هوش احسن حليب من ماكو فلوس العالم عدها تعطيهم حليب تكرمهم ايه ولبن مجانا عايشه وعايشه هي بيتها بهاي الدربونه شو اسمها؟ اسمها قرجيه ايه قرجيه مشهوره ايه هذا بيتها القبل هذا بيت ايه هذا بيت قرجيه ام الحليب مشهور اللي كانت تطي شنو؟ تبيع حليب عندها هوش والما عنده فلوس الما عنده تطي هي تشيل السطلة مالتها وتفتر على بيوت توزع لهم الحليب بيت تدق الباب بطوس لا بطل مال قزاز لتر وعدها محقان والديرة بيه وهذا بس شلون حليب قيامر اي هاي كلها وصلنا لنهاية المنطقة اي هذه نهاية ابو دودة وشارع 22 هذا شارع 22 التكملة مالته عبر الشارع يكمل الى قاضي الحاجات نعم من الشق شارع غازي بال 34 تغيرت معالم المنطقه فصار تداخل بالمنطقه صار تداخل بالمنطقه المنطقه هسه متداخله هاي محله يعني هسه هاي بيها 27 ابو سيفين هذا من انا يروح هذه محله فرج الله 125 بالترقيم قلنا شنو بالترقيم مال الحديث مال بول سيرفيس مال امانه العاصمه
ترقيم الحديث، وضعت الأسس والتخطيط مال الأسس وضعتها ببغداد. هاي الشركة البولونية جابوهم بزمن نور سعيد؟ لا، بزمن أحمد حسن البكر عادوا الترقيم. طبعا هاي المحلات قسم من عدد كانت جاية لي جاي، والكنيسة اليهودي كان خام فحم كان لي جاي. يرجع لأصله، لازم هاي المحلة ترجع على عرضها القديم من العهد العثماني. إيش قد كان عرض؟ العرض مالتها 6 مترات. العرض 6 مترات لازم تصير هاي المحلة. زين، عندي كابل مال الكهرباء هنا أنا ممدود. نعم. عندي هنا أنا كلها موجودة. هذا البولار بالشارع الكيوسك مالته المحطة الصندوقية تطل المناطق. هذا اللي جابوه هو التويستد كابل مالتها. القابل المبروم. طبعا القابل المبروم ما يفيد. اي هذا ما يفيدنا هنا أنا. بأخطاء. الأخطاء يتحملوها اللي الدراسة وافقوا عليها واللي أقروها. هذا النوعية مالته تفيد المناطق البساتين نائية. المناطق الصغيرة بين بستان وبستان تجيب له محولة من 25 من 50 توصل البيته. هذا من توصل درجة الحرارة فوق 50 يهبط الحمل مالته للنص. يهطل. لا الحمل إذا 10 أمبيرات يصير 5 أمبيرات. تحميل. اي طبعا لان حرارة عالية. وهذا نوع البي في سي مالته اللي موجود اللي دا يجيبوها هسه ما مقار مثل نوكيا. هاي وجدتها شركة نوكيا بالمناطق الباردة توصله. مو اللي هنا بمحلة بن سعيد لو بمحلة ابو داودة ويجيبوا لي ينصبوا لي باوح. انت هذه شوف هاي الايصالات كلها. هاي الايصالات كلها غلط. إن شاء الله. أعزائي مشاهدي قناة البغداديون، إلى هنا وتنتهي حلقتنا الجميلة الممتعة اللي كانت مع شيخ مؤرخين بغداد الأستاذ نبيل الحسيناوي. الله يحفظك. الله يحفظه ويطول عمره، وإن شاء الله نعرفكم بمناطق جديدة وتراثية في هذه المناطق. كان هذا اللقاء من إعداد وتقديم الشاعر والإعلام على الحداد، وبعدسة الحبيب المونتير المهندس علي عياد. تحياتي لكم، تابعونا. أهلا وسهلا. شكرا. قناة البغداديون تراثية عراقية.